بلدة سانت أندروز، الجامعية الخلابة على الساحل الشرقي لأسكتلندا. المنطقة معروفة بوفرة الأسماك والحيوانات البحرية، وعلى بعد 10 دقائق منها يقع مطعم بيت إن الذي يقدم وجباته منذ القرن 18، ويعتبر المالك الحالي جيفري سمادل من الأوائل الذين قدموا وجبات خفيفة عصرية في أسكتلندا. سيحضر لنا البريطاني سلطة سرطان البحر مع الهليون الأخضر. نحن نقدم جراد البحر دائما، وهو مرغوب من قبل الضيوف ويعد من الوجبات الفاخرة وشعارا للمطبخ الراقي. الناس يعرفون أن هذه الوجبة مكلفة، لأن صيد جراد البحر صعب وتحضيره يتطلب وقتا طويلا. ينمو الهليون بشكل جيد في مناخ معتدل على الساحل الشرقي لأسكتلندا. بعد تقشيره يوضع الهليون لمدة دقيقة في ماء مالح مغلي. عندما أضغط على الهليون يجب أن يكون طرياً بعض الشيء، ويجب أن لا يكون مهروساً أو نياً، وإلا فإنه سيفقد نكهته. العديد من الناس لا يطبخون الخضروات بشكل كامل كي تبقى نضرة ومتماسكة، ولكن عندما لا يطبخ الهليون والفاصوليا بشكل كاف فإنهما لن يمنحا أكثر من 40% من نكهتهما. يذهب قليل من الصيادين لصيد جراد البحر في ميناء سانت أندروز. يشتري جيفري سمادل جراد البحر من لاندونكان دائم. لا أحد يعرف الساحل الصخري ومناطق الصيد أكثر من الصياد ابن 70 عاما. هذا ذكر جراد بحر ضخم، وهذا واضح من قشرته وذيله. العديد من المطاعم يفضلون إناث جراد البحر، فهي تمتلك ذيلاً أعرض قليلاً من ذيل الذكر، وهذا يعني أنها تمتلك لحماً أكثر من الذكر، إلا أن مقصة الذكر أكبر وتحتوي على لحم أكثر من مقصة الأنثى. هذا ليس خياراً سهلاً. يصل سعر كيلو جراد البحر الإسكتلندي الطازج إلى 40 يورو. جراد البحر الإسكتلندي هو الأفضل، فالماء هنا بارد وصاف، ولون جراد البحر أرجواني جميل، كما أن لحمه متماسك وطري جدا وبمذاق خاص. يطبخ حساء من الخضار والأعشاب الطازجة لمدة 30 دقيقة، وكذلك يغلى جراد البحر لمدة 8 دقائق على نار هادئة، وبعد ذلك يضاف للحساء. هذه هي طريقة جيفري في الحصول على اللحم الطري. من أجل التخلص من القشرة يضغط على الذيل، أما المقصات فتفتح بواسطة الجزء الخلفي للسكين، لكن إخراج اللحم من الأطراف الرقيقة يأخذ النصيب الأكبر من العمل والجهد. تمسك الأطراف بشكل جيد وتقص بشكل طولي. الآن يمكن فصل النصفين عن بعضهما البعض. يمكن القيام بذلك بسهولة باستخدام السكين أو طرف الملعقة. ثم يقطع جيفري الجزء الني إلى شرائح، وتسلق شرائح القرنابيط الرقيقة. حان وقت تقديم الوجبة. يوضع على الصحن ثوم بري، وفوقه قطع لحم جراد البحر والخضار الساخنة المدمسة بالزيت المتبل، ويضاف لذلك بعض أوراق الخس. هذه هي وجبة سلطة جراد البحر الساخنة، وجبة خفيفة وطازجة. إنها وجبة اسكتلندية خفيفة.